لابد عند تعريف النص القدسي في الإسلام من ذكر عنصرين. الأول أنه كتاب منزل أزلي غير مخلوق، والثاني أنه قرآن أي كلام حي في قلب الجماعة، وهو بين الله والإنسانية الوسيط الذي يجعل أي تنظيم كهنوتي غير ذي جدوى، لأنه مرضي به مرجعا أصليا وينبوع إلهام أساسي، وما زال حتى أيامنا هذه نموذجا رفيعا للأدب العربي تستحيل محاكاته. إنه لا يمثل النموذج المحتذى للعمل الأدبي الأمثل وحسب، بل يمثل كذلك مصدر الأدب العربي والإسلامي الذي أبدعه، لأن الدين الذي أوحى به هو في أساس عدد كبير من المناهج الفكرية التي سوف يشتهر بها الكتاب. جاء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، النبي العربي وخاتم النبيين، يبشر العرب والناس أجمعين بدين جديد، ويدعو للقول بالله الواحد الأحد. كانت الشريعة في دعوته لا تختلف عن العقيدة أو الإيمان، وتتمتع مثلها بسلطة إلهية ملزمة تضبط ليس الأمور الدينية فحسب، بل أيضا الأمور الدنيوية، فتفرض على المسلم الزكاة والجهاد ضد المشركين ونشر الدين الحنيف. وعندما قبض النبي العربي صلى الله عليه وسلم عام 32 و600 للميلاد، كان قد انتهى من دعوته كما انتهى من وضع نظام اجتماعي يسمو كثيرا فوق النظام القبلي الذي كان عليه العرب قبل الإسلام، وصهرهم في وحدة قوية. وهكذا تم للجزيرة العربية وحدة دينية متماسكة لم تعرف مثلها من قبل. إن قوة الإسلام في ذاته في خصائصه الروحية وشموله، وهذا هو سر غلبته في النهاية. في القرن العاشر الميلادي تردى معظم أوروبا في همجية ووحشية مريعة، على حين أن المسلمين في إسبانيا ضربوا مثلا رائعا بما كفلوه لغيرهم من ذوي العقائد المخالفة لمذهبهم من سعة العيش والتسامح. إن أثر العرب والإسلام في تاريخ العصور الوسطى لا يقف عند حد التغييرات السياسية التي أحدثوها في أوضاع العالم المعروف، بل يبدو هذا الأثر أشد ما يكون وضوحاً في الميدان الحضاري. أثبتت التعاليم القرآنية وتعاليم محمد صلى الله عليه وسلم أنها حامية حما حقوق المرأة التي لا تكل. في عالمنا اليوم هناك دعوة لحقوق الإنسان، ننظر إلى ما حولنا فماذا نجد؟ نجد العلاقات الأسرية وقد دمرت، بينما نجد الإسلام يمنح كافة الحقوق للمرأة ويقيم عقد الزواج على أساس عقد حكيم عادل بين طرفين متكافئين. إن مشكلات الأمهات غير المتزوجات غريبة تماما عن المجتمع الإسلامي، إذ إن الإسلام قد وضع عقوبات صارمة لجريمة الزنا على العكس من القوانين الحديثة التي تتساهل كثيرا في ذلك. ومن هنا
نجد المجتمع الإسلامي نظيفا طاهرا من كل ذلك.